بعد تأخر أثر بشكل سلبي على مجريات الأمور بمحافظة صلاح الدين، تم عقد الجلسة السادسة لمجلس المحافظة وانتخاب مرشح حزب الجماهير الوطنية بدر الفحل بالأغلبية المطلقة لتسنم منصب المحافظ. وقد بين رئيس المجلس عادل الصميدعي خلال مؤتمر صحفي عقب جلسة الانتخاب عن قرب انتخاب نائبي المحافظ، وأن الحكومة المحلية تواصل أعمالها الرقابية والتنفيذية خدمة لأهالي المحافظة بما فيه الصالح العام. إخواني، نبدأ. بدر محمود الفحل، تصويت. عند وسجل الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد المصادف 17 آذار، تم عقد جلسة طارئة لاختيار محافظ صلاح الدين. الحقيقة إخواني، كما تعلمون، تم اختيار الحكومة المحلية بشقيها، يعني الحكومة المحلية عفوا، بشقيها التنفيذي والرقابي الممثل بمجلس المحافظة، وتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه في الجلسة الأولى والجلسة الثانية. اليوم إخواني تم عقد جلسة، اللي هي الجلسة السادسة لانتخاب محافظ صلاح الدين. كان عدد الحضور 14 عضو، وتم التصويت بالإجماع على الأخ بدر الفحل. 13 عفوا، تم التصويت 13 عضو على الاخ بدر الفحل، وبالتالي يعني حقق اغلبيه مطلقه. وبهاي المناسبه اخواني، نزف البشرى لاهلنا في صلاح الدين ولجمهورنا الكريم على تحقيق هذا المنجز الكبير. بذلك اكتملت الحكومه المحليه بشقيها التنفيذي والرقابي. ما يخص النائبين اخواني، هنالك جلسات اخرى سوف يتم ايضا اختيار النائبين، وبموجب اتفاق سياسي مبرم مع الكتل السياسيه. اليوم كان انتخاب المحافظ، وانتخاب المحافظ له اهميه كبيره، كون المحافظ صار تقريبا اكثر من شهر او اكثر من شهرين بدون محافظ، وبالتالي تعطلت كثير من مصالح الناس، وبالتالي اليوم ضروره انتخاب محافظ كان ضروره كبيره جدا. وبفضل الله تبارك وتعالى اليوم تم انتخاب المحافظ بكل انسيابيه وبكل اريحيه. واحد، هل رئيس الجمهوريه تتوقعون يرفض ايضا المصادقه مجددا باعتباره سابقا لابو مازن؟ يعني هو رئيس الجمهوريه ما عنده مشكله ويا صلاح الدين، ما عنده مشكله ويا صلاح الدين. بالتالي اخواني، احنا اللي يعرض اليوم ان شاء الله، كنا ثقه برئيس الجمهوريه ان شاء الله راح يحقق، يعني مثل ما اقول، حقق يعني هدف صلاح الدين وما يبتغي اهل صلاح الدين، اللي هو وجود محافظ. نعتقد ان رئيس الجمهوريه سوف يصدر المرسوم الجمهوري للاخ بدر الفحل، لانه لا يوجد ما يعيق ذلك او يمنع ذلك. كل عضو الان، ال 15 عضو، ال 14 عضو بما فيهم رئيس المجلس، كلهم يمثلون اي قضاء ما بي عضو مجلس محافظه. رؤيتنا، انا اعتقد ذكرتها في المؤتمر الصحفي اللي اقيم بعد انتخاب رئيس المجلس، وقلت رؤيتنا هو العمل الشمولي، عمل بروحيه الفريق، وبالتالي كلنا اليوم ممثلين عن الشرقاط، وكنا ممثلين عن الدور، وكنا ممثلين عن الطوز، وكنا ممثلين عن الدجيل، وهكذا. بما انه تم انتخابنا من قبل محافظه صلاح الدين، وعنواننا عضو مجلس محافظه صلاح الدين، فكل مواطن في محافظه صلاح الدين في اي مكان من صلاح الدين فهو له حق علينا، وعلينا واجب ان نعمل لاهلنا في كل مكان. رشحك، تم ترشيح السيد بدر الفحل من قبل كتله الجماهير الوطنيه بعد الاتفاق بشكل جماعي على هذا الترشيح، لكونه اهل لهذه المسؤوليه وجديد بإدارة المحافظة بشكل يليق بتلبية طموحات أبناء محافظة صلاح الدين. وكلنا أمل حقيقة في أن يمضي إن شاء الله في الارتقاء بمحافظة صلاح الدين نحو واقع أفضل إن شاء الله. شكرا. نعم أستاذ، المعلومات التي لدينا تشير إلى توافق سياسي فيما يخص النائب الأول والنائب الثاني، إذا لماذا يتم تأجيل التصويت على هذين المنصبين إلى جلسات أخرى، وبالتالي أيضا تأخير آخر في مشروع الحكومه المحليه؟ لا يوجد تاخير اخي، لا يوجد تاخير في هذا الموضوع. احنا اكو عندنا اثنين يعني مصوت عليهم، وبالتالي احنا نحتاج محافظ عنده مرسوم جمهوري حتى يحل لنا هاي الاشكاليه، وهاي الاشكاليه بها اتفاق سياسي وانتهى موضوعها. القادم ان شاء الله سوف يتم انتخاب النائب الاول والنائب الثاني.